تمكنت مصالح أمن دائرة عين البيضاء من ضبط شبكة بث قنوات مشفرة بدائرة الاختصاص، أين أكدت معلومات وتحريات الضبطية قيام صاحب محل بإنشاء وإدارة شبكة بث فضائي أرضي لبث قنوات مشفرة من خلال إجراء المذكور تعديلات الترميز الترددي في بعض أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة في البث الأرضي، عقب شرائها بطرق غير شرعية وتركيبها وتثبيتها على سطح أحد العقارات كائن بدائرة الاختصاص.